الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النوع السادس عشر نوع طبانية اللي هي معرفة زيادات الثقات ضدك اللبوك لسوية سيادوين كودا قرش الله قرتوي يوحكمها زيادوين كاسحكم كودا waxaan dabcan oo daar manhajka ku soo laabta tarkiibka oo faacilka iyo casharada markuu saara inuu wax weeyaan tarkiibka faac qaybtii sare inuu rafciyo ira annaw u asadisu waa qalad weey waa qalad waxa weyn athalithu ashar laga soo bilaabo ila sidaas uu ku wada waa qalad weey تركيب كان أو فاعل مركع عشرة الله صاروا صدح استعماله عربي كوليه وأكو شرتامت لا إضافيه لكن مركع لا إضافينا شرط وحاء إن أن ألوكو شرين وزنك أو فاعل كا أو حتى أن ألوكو شرين وحالا ديلها سادس عشرة وبنان تيضو سادس لكن المركع كو شرتالي إضافة الله ما تشمعيه مركع لغربه شنتي نوع أو وصف كوبا نانات أيدينا كمت ما هنتم مركا وقالت وأيد اللي القلام رجلنا لمت وقالت وي واحد ربع السادسة عشرة وي فضح الغبرينا النوع 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 السادسة عشرة معرفة زيادات الثقات قوات الثقات دا هذه الثقة اللي يرى رويقاس عدل يضبط الله سوي رواد الثقات زيادوين ك أي لزيادان قرش الله قرتوه إياه وحكمها زيادوين كسحون كودة من حيث الرد أو القبول زيادوين كاس ما الله أقبله من الردينة حكم كواساس وهو فن وهو نوع عن أولي طبنية فن وفني فن قاس لطيف قرصان وفن قرصون فن قاسو تستحق تستحسن لوناك سدو العناية به إن لقد دالو وفن آد قرصون أول آد أي أفع أنت إن لقد دالو لطيف مرك كلام كالله استعماله بمعنى غامض ويا مرك فعل كالله استعماله بمعنى رفق ويا لطيف مرك كلام الله استعماله وبمعنى الغامض سيدا أزهري تهذيب اللقاء إلى واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفي أوين لطيف كلام مرك لقى حضل أو ليرا حضل كان واللطيف ووح قرصان معنيه سو قرصون يهيوي ابن منظور أيها اللسان العرب كأوه انت اسمرك وشيغاك لكو سيدرا واللطف في العمل الرفق فيه لكن عمل هذه الرفق اللي قلت هذه اللطف اللي قلت الماما عمل وحال اللي رجي ذا الرفق رفق يا اللي رجي ذا مركا سيدا سيوكل الدوين انت مركا هل كان لطيف وبمعنى خفي متقرصان وهو فن كان فن فن وي فن كان لطيف قرصان فن كان تستحسن لو نكسدو العناية به إن لو قد ذلك ففني آد قرصان علوم وحا يرأي كعام بحضين كهات لامبا زيادات كاس ثقادة علوم ير أي كعام بحين إن كهات لان سيدا لبدا شيخ الشارح إن شيخ أيو أبو بكر عبد الله بن محمد ابن زياد أن يصابوري أو دنتي صدح بقول لبعطني أفر يشريدو مركي إيهات يا أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد النيسابور القرشي وأصغنا بن تيسات بغل أفرتن يا الصقال
هجريات ومركي اهيد يا شيخي اد موضوع عن بحي محمد بن اسحاق بن خزيمه واد موضوع عن ماني اردغيسي بن حبان يا شيخ كالاتل يرضى ابو النعيم الجرجاني واه عبد الملك ابن محمد بن عدي ارنتي صدح بطل وطني الله بدي علماء ساعات وعن بحي إني كهد الله وهو نوع فن فن وفن قاس لطيف قرصان معنيه سو قرصون يهي فن قاس تستحسن لو نكسدو العناية به إن لقد ذاله لطريه محايا لي فن قاس وحا كسوغان تقييد المطلق مركز سيادة أي تماضة وحا نعي كرتا حديث كا رواد قبل وحي ورينا يانا ساقو ناقصة خاوي أما رواد دورا أيا زيادة ورينا مرارك قبلنا وحا بدا عدا هل غاوي إنو اسقلافو مرنا حديث كا ناقصة ورية مرنا يدو زيادة الله سعط انت بواد عدا إن رواد كلا دوانو اسكو قلافتو أو قار وريان حديث كون ناقص أو قار كلا انت حديث كي لو وريان أي وحكو دران تاسوار دعلا وحد عدا هل راوي إنو حديث كان مرنا صغو ناقص وريان مرنا صغو سيادة الله صعد سيادة ده اسمارك فوائد آد ووين أيا الله غاهلا مركا يسوناتو وعي كميتا التقييد المطلق وحد عدا حديث كان قيبتان أو نقصان تلقو وريان إنو كوچرو لفظ مطلقة لكن زيادة أي قيد يدو وحلقه لا تفسير المجمل وحد هذا قيب تناقص كائن كجر لفظ مجمل أه لكن وحي فصير يبيانين وزيادة وحد هذا إن لقه له زيادة تخصيص العام لفظ عام أو كجر قيب تنقصان تا أصغر ناقص اللي وريه لفظ عام إنه كجره لكن سيادة لغا هلا لفظي مخصصة أو خصصة إيا قير كيدو فوائد أيا لغا هلا مركا فوائد أدو بدانا كو جرتا ساس درتيت أيا لو وناك سداه وفي عمتين أد لو قد دالو سيادو ينكاس حتى وقو بالله مركا حقونكي وحير ومذهب الجمهور جمهور تبد ومذهب الجمهور جمهور تمذهب كودة من الفقهاء فقهاء والمحدثين حاليهين قبولها وإن لا أقبله مطلقا حالا أن لك القادين وإن زيادوا إن كاس لا أقبله أيضا لك القادين أيضا لك القادين محل رجيدة وحاسكم متأة وحاس زيادة وريي إنو يهي راويقي أول بان نقصان تكو وريي حديثك ساقو ناقصك راويقي وريي إنه مركل إنت اللي جوري سيادة قدره إيه إن رواد كل الدول متنا نقصان كوري متنا سيادة كوري واسكمت واسكمت السيادة داس حكم شرعي إنا يكون تعلق ضي إنا يكون تعلقين واسكمت حكم سوغان إنا يبدل إيد السيادة ضي إنا يكون بدلين واسكمت إن سيادة المنافيات هاي أو قدر كي ناقص كاها حكم كي كوتشري إلي أنفريدو أو هادي سيادة اللقاط أي كاتالانا يدو قيبتي أص ناقص كاها إلا النقديو إي إلي سيسديدين كل لك القادمة إلي رمضان مرضى لك القادمة أنت ما شرح أنا إلين لغير كاسوا قول أو لون نسبي جمهور تفوق هذا المحدثين وقيل وحر لا تقبل سيادة أصل أقبل ما مطلقا كالقاد لعان كالقاد لعان محل رجي إذا هل راوي هدو مرنا صغو ناقص حديد كوريو مرنا سيادة كوريو إيو حدير رواد كالدوان اسكو قلافتو قيبنا نقصان كوريا قيبنا أي سيادة كدران كالقاد مال لأقبل ما وقول بعض وقيل وحل قول كصديحات تقبل ولا أقبل سيادة إن زاد هدو سياديو
غير من راوي غير كيس رواه حديث كوريين ناقصا حالو ياهي ولا تقبل من الله أقبل يزيادة ولا تقبل من الله أقبل يزيادة ممن راوي رواه حديث كوريين مرة مر مرارك كمدا ناقصا حالو ياهي قول كصدحات قولي ياهي سيادة كالقاط حدي رواد كالدوين أي حديث كوريين أو رواد قبلنا أصغو ناقص وريين رواد كالين زيادة أي وريين ولا أقبلا لكن هل غيوي هدو ياهي أو مجالس قبل كمدا أصغو ناقص هل غيوي شاقي هذا مجلس كلا وحلوغا وريا سغو سيادة الله سعطو ما لك أقبل أيدي هاي لو حيتو سيدا إنو صندب دي لهاينو مرنا سيادو شيغا مرنا شيغي ما أن ولي بشارحنا وينين دقا يا ابن صباق وحو يري وحل أيو يري بعد دقاسو حدي لكن مر وحا جرت هل روي هدو اسكلاف الله أقبل وحينا تغي وحينا تغي حدي لو يديو راوي حديث كمرنا سيادة كوريي مرنا صغو ناقصة ولا يرى محاد عاي مرنا سيادة ورد مرنا ناقص أو يرى اللباك فقيا أنبال أنكوري أو مرنا سيادة لأن أنكو صور نقلي مرنا نقصان أما هو يرى هذا مركي عنين شيغي صغو ناقصة انت سيادة وإلو كدبان صوهر لبدا سكور والاك أقبال أقواشاس ايو شيغي اقواشو انتاس واكا بلان تهي او شرح با واح بلانو صور نقليني الى طبان ايال لقرسية لكن سيدا شارحة وكسو نقليي حافظ بن حجر او كنت الممركز اصغو استعمال الشيخ الاسلام حافظ بن حجر وقو يري سيادة والا اقبالا مطلقا او ات وحويه ان جماعة علمات كميدا كعان بحضي موافق يوركاس ومانا كو اماكارو دريقة المحدثين محدثين تا استعمالات كو دا مارك الله في ريو يا دريقة يكو سعودان وركاس وموافق موافق كارو معاي الي محدثين تو وحي اشار ديين حديث كو مارك صحيح ونقونا اما حسن وإن الشدود لغو أرى شدود كي فصير مركي ليني وحيكون فصيرين ومخالفة ثقة من هو أوثق منه إن قف راوغي ثقتها أوقلا فعد كأوليسن أو أما حقا ضبدك أغا أوليسن أما سيحق عدد كأغا بضا هدي ليرا مركي سيادة دي مروال والأقبال عشر ديكا سيكور إماني سببتو أوحا إما كرتا إن إسقلافان لبن راوي أو زيادة اللي مادو راوي لغا ضبدي قبضنا راوي لغا ضبدي قبضنا زيادة دينا عيتين منافية وقيبتا ليس لوريي زيادة دينا حدي الله أقبلا أي كار إماني حدي الله إلى مركب مطلقا الله أقبلا هدشات كميشة وكبحة وحي نقيد زيادة دي أو وريي كيل لغا ضبدق بطنا إلا إسكا أقبل شاد كيل لأقبله فركش شدود كيل لو شردين أي حديث كثابت كشردق يا ماشا كبحي يدي لير سيادة مرول بوالا أقبل حي لير سيادة مرنا وحا لسا إتنقانا قولا دي حفظك يا ضبدق بطنا مرنا وحا لسا سيادة نقانا قولا دي لغا حفظك بطنا دي لير مرول بوالا أقبل مركا شدود ما بتشلوه ساسا كتلاني وهو يري حافظ بن حجر سيدا لغا صون نقليي أئمة حديث كي متقدمين تها سيدا عبد الرحمن بن المهدي سيدا يحيى القطان أحمد بن حنبل يحيى بن معين علي بن المديني بخاري أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي النسائي دار قدني غير كود وحا لغا صون نقليي وحا يطهي قاعدة كلية ملحة زيادة ما لا أقبلا مسلا أقبل ما قاعدة لا يسكرها عمله قاعدة لا يسكرها عمله إيه وحوة ينبر والبا قديت والبا قار الله فيرنا وخاصة مركز ساس للي يهينة ومركز سيادة كهر إيمان أيضا حديث كإنتي سكالة
او منافيه اي طاي او اي كدلان اذا حديث سياده لا اقبله انتي كل الردي حديثك انتي مركه اصغر ناقص اللي هو وريي الا ردي مركه كدلان اي دو مركه اشكال كانوا معناي مركه قاعده كليه ما له مركه سو سياده لا اركو او رواده قبل اي لزائد نقله سياده سياده سن منافيه اي طاي او هدي لقاتو اي كدلانيد ان لا رديو انتي كلي قضيه غار لا دغا ولا فيرين مر وخا راجع نقرا ان لا اقبله مر وخا راجع نقرا ان لا تب اي قاعده غودو لا راع امله سداس ويه هذا الكاسنا وخه كو يري ماركي وشرحي النخبه وانو ستو نظر كوي الكاس كوي اقوال شاس ماركو شيخو سو نقليي ايو قيبيي مركتاس او ابن صلاح وكبرارغي اني سن طريقه محدثين توافقي اقواشاس مطلقا بوال الدين مطلقا بوال اقبلا ما يموافقي دو طريقه محدثين مركو قيبيي ابن صلاح وقسم واقيبيي هو نوعا زياده يد علينا بمعنى النوع وقسم واقيبيي قسمنا الا الشدو اياكو فيعا او تقسيم مستر كينا مركز نوضو وقسمه نوعا واقعي الشيخ مردو اطلاقه امام نووي الشيخ نووي ابن صلاح ولا جيدا شيخ واقعي اقساما قيبو وقيبي سياده احدها قيبها سميت كميت وزياده سياده سياده تخالف خلاف ايضا الثقات اي ما رواه الثقات ثقات وحي وريين قيمتك كوباد وحي طاي زيادة عن وحي خلاف حديثك قيمتي اي وريين ثقات كلا تاسوي او ايجي شماعة تنوح بعد هل راوي الله كلا نقضي اما اللابو قوة سنوى كبدينيه تاسوى قيمتك كوباد فتورد ولا ردينا مركز سيادة هاي اللي قبول كلا اقبل وحا كتلانا قدر كي أي وريين ثقادة أو كمدن سيادة دان خاويك وريي رواد كمدن أو حق حفظك يضبطك أغمدن أما سي حق عددك يطراد أغمدن قدر كي أي وريين إلا رديا كإماني أو لقاتو مركز سيادة دان وحوين خاويك وريي ساس مركز لليه لليه سيادة وحديت هاي ميت خلافة إذا ثقادة قدر كي اي وريين وامرك لا جمعي وايوي هادي لا جمعي كرو اشكال كان بابا ايماني او هادي سياده لو دقمو اي سن كدلني انفقاد قدر كي وريين لريدي هادي سن كدلني اشكال كان بابا ايماني اشكال كان و ايمانا وامرك منافيه تاي سياده مركاس وي مركا تاس وي لريدين ياو أحدها أقسام تمت كم إذا زيادة وزيادة زيادة تخالف خلاف إذا أثقات أي فيما رواه ثقات قدر كي أي وريين خلافه هذه زيادة لا أقبل وحا كدلنا قدر كي ثقات كم مضن أي وريين إلا رديا كدلنا فتورد مركز زيادة ولا ردينا والمعاية المركز وشاد وشاد كما سبق سيد الناس صهر مر الوردين في نوع الشات سيد الناس صهر مر وشات كوخو سيد الإمام الشافعي وأوقع حي غاويغ إنو وريو وحديث أورا وريو سيد خلاف صن سيد الجماعة وريي مركا غاويغ هدو حديث ك ولي ما يدو سيد خلاف صن سيد ثقات الجماعة أما سيهل غاويو أساكا كحفتي بدن وريي حدوق خلاف الشاذة لروان الهديجي مركا نوع إشاد كاتاس وما هو صهر مرت الثاني قسم غلبية زيادوين ككميطة ما قسم ويلا مخالفة وح مخالفة فيها يسنك سغني وسيادو حدين لأقبلو أي سنكد لنين قدر كي ثقادة كالوريين إلا الهديو ما بيسكور إمارة ينميس ديدين كتفرد ثقة وذلك كاسو كتفرد ثقة راوي ثقة لك لنقشدي صوكري وهي بجملة حديث حديث جود ولك لنقرو سيادة مرة ديسان كهر إيمانين
قدر كيس قاطع كالوريين هذا واحد لميته حديث مستقل أمان تيس راوي كالوريين راوي ثقة هذا كل جس حديث وريو إد خلاف إذا أنا العرب وأنا جسوق أنا والله أقبله حتى سيدو مركو حديث ولا وريو كل جس حديث قرآن كل جس مركو وريو سيدي الله أقبله هذا زيادة عن أنت كلكور إماه وريانا فيقبل ولا أقبل أيضا هو حين لم يتأي حديث مستقل وكل جيس وري تاسوية الثاني قسم قال بي ما قسم وي لا مخالفة فيه أن وحك لا في ذا قصر نين رواد حديث اسكال اسلام وريين ماذا قيب إرادة قدره قيب تاسونا انتي اي اسلام وريين كور إمام ميد تاسوة حين لم يتأي راوي ثقاء وحديث من أو كامل وريين وكيري كتفرد ثقة وحقسم جاس اللمدية إفراوي ثقة الله كلين نقضي بجملة حديث الحديث جود هانتيس حديث كي جود هانتيس أصغر الله كلين نقضي اللمدية فيقبل مركه ولا أقبل قسم جاس قال الخطيب خطيب البغدادي وغيره باتفاق العلماء اللي أقبل حوليه قال الخطيب حوليه وخو خلاف نوع خلاف انو جيره ولا اوغي ساتو حدا ما سو قادمي وحويان لا اقبل ما ضمان كلا قاتلان قيل دها وبا حدا ولا جل سو مر ما دام سيده اي جيرتو وخو اسك هادل اسكغن تيري امام نووي وخو او تيري خطيب سي مسؤوليه هادل كاس خطيب او قات او لو دين حد ساس او تيرا سغ يهدده ومسؤوليه هذا الكيس مسؤولية دي سيسي عن أساق عيسان وصول لابان وقنس بيه وطيريه وي تعطوا يا أن سيدا أن سخاوي فتح المقيس كوكو شاقين هذا الكان خطيب كفايه ورتكو سبيه صريح نكو معد اتفاق انو مسيرا دا كو شاقين صريح كو معد انو اتفاق كو شاقين صريح كو معد ويكو دوي على كل حال قسم قصوى الله أقبل وانا صدا الثالث قسم قصد هي زيادة لفظة ولفظ إلا سيادي هل لفظ لفظة وإن لغو سيادي في حديث حديث لفظة لم يذكرها أي شيء صائر رواته حديث كيس رواته ورده انتو ذكره قسمك صدح يا وقيه هل لفظي حتى الجملة ما هل لفظي أيار رواد مت كمده لسه إيده هل لفظي ولسه يده الرواد كله حديث كله ورد أي شيء الثالث قسمك صدح يا زيادة لفظة وهل كلمة لسياد انت في حديثنا الجوسي هذه اللفظية لفظة صلى لم يذكرها أي شيء صائر رواتي حديث كرواتا ورد أنت كلام تصال نواكا وذلك تصاليه كحديثي جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وحديث كاسو كلام نبي صلى الله عليه وسلم وحيري جعلت لنا الأرض ملك وحنا لك قد يهدانا أمدا نبي محمد مسجد الملك تكذا قفك مال الله ماشي صلاة دكو قبطو كتو كره وظهورا مت وحظهرانا وانا لك قد لقو هدي قفك بيوكو قبيستو ايو اما بيوكو ويسيستو ارلاضي يسكاق بوريسانا وانا تكره هدي حديث كاللفظي قاس رواد كالكو وردين لفيريو وچوعيلت چوعيلت لنا الارض الارض waxay noqonaydaa waxa lagu gabgabeysana dhulka ajzaadiisa oo dhan xayla al ardu wa am magaxa lagu gabgabeysana carradii turaabkii lagu gabgabeysana ciidii oo bacaadkeeda la iskaga gabgabeysana wa am in farada wuxuu la kala noqday abu malik al ashja'i wa sa'd ibn al-tariq سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي والتابع الثقة قل لك للنقضي فقال أويري وتربتها
ماشي كهت جعل لنا الأرض مسجدا وخلا كل نقضي جعل لنا تربتها مسجدا وعربا جعل لنا الأرض مسجدا وتربتها ظهورا وتربتها لفظك سقطا ملك مسجدا ملك كذا وتربتها عرضي عرضنا وحنا لك كذا ظهورا وتربتها ظهورا عرضي إذا وحنا لك كذا ميت واحد ظهيرة ساس مرك اللي يرهدنا نوع مخالفها كتير وزياد كلمة داس نوع أو مخالفها كتير ساس تريد تروح يري فهذا نوع عن صدحات وكلمة السيادية فهذا نوع عن يشبه وشبه الأولى نوع إهرال الردية نوع يؤجي حايل نوع مخالفة كوجت سيادة ذان سيدا حد أي أوريان رواتك لحديث ك نوع أو مخالفة خلافة إذا كوجت شريحة نوعه كويرس قاب كأو خلافة إذا واحد طاي لفظك جماعة وريان وعام وجعل لنا الأرض مسجدا وظهورا الأرض ظهورا دليل وعام أهلها أجزاء إذا أرطن قيب كستو كمي دوا لغو بوري سكراي ساسو نقونا وعام سيادة دانونا مخصوصة كاليغا وخصيصة ووحي حقون كي كو غاري يلي دا نقح إيا وحاسو نما بوري سكراي ترابا لرعا رعا رعا مركا أفراد ديو نن حقون كي وحي كسو غاري يلي دا تراب كا نوع أو مخالفة هجرت أو صفات يسكو قرافية مرقاسوري فهذا قسم كان صدحات يشبه وحشبه الأول قسم جي أو مردود كهي عن نروى للدينة قسم جي كوبات يشبه الأول وقسم جي عن نروى للدينة ومركز سيادة أي كهر إيمان أيضا قدر كي حديث كصغر ناقص كالغوري ويشبه حتى قسم كان صدحات وحشبه الثاني قسم جي لبعض أو مقبول كها ولكن كشبه حتى والله كم إكره وأنك صامير قسمك كوبات ما كان كهذا ليني وقال في الدين أمريكا لي وأمريكا لشمعيكري هذا والله شمعنا هو حال لي هي حديث كار أرضاد شغل كارنا هو عام إن خاوجا لفت جوريين وخاص والخاص المقدم على العام ولا خصيصة هو حال لي خدم كهو حال لجوجاري إلى ترابط ترابط ساس للأفراد دي أغلظة قيد مت كم مت أحون كلو جاريلة ساس للي ولا شم إكره ساس ما كات كفير ده إلا شم إكره أو واحد وين لسكو خصيصة يو حد مركز قسم إلا أقبل يشبه إمام نووي هو كيري كذا قال الشيخ سيدا سوير ابن صلاح إنه تنشى بيه كرو تنشى به وقلنا مشي يجي ابن صلاح أو إن الأقبال يا إن الأقبال مدن بشيء صلاة أو حري قسم جهور مردود كان وشبه قسم كان أو مقبول كان وشبه مركز إمام نووي كيري والصحيح قول كصحيح قبول هذا الأقير مد كان طبعا إن الأقبال حال التوس منافق معه ألفت وضع عامها وخصيصة وخصيصة أما وحويان أهل العلم قبل يري الأرض واللفظ مشترك ومجمل وفصيل تربطها وتفصيل علماء كمان ساس يقول لك ومثله وحكراكم مثاليين الشيخ ابن صلاح نوعا واللفظ لك لن نقض هاللفظ ان غاوي لك لن نقض ومثله وحكم مثاليين نوعا صدحات الشيخ ابن صلاح أيضا نقاش بزيادة مالك إمام مالك ابن أنس سيادة ولس سيادة في حديث الفطر حديث كي كان لا زكاة الفطر من المسلمين حديث وقوها وحديث كي إمام البخاري صحيح سكوري من حديث عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله فرض يلي زكاة الفطر زكاة الفطر صاعا من تمر أي فرض يلا أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى
والصغير والكبير سيدا صيروات أورين من المسلمين وإمام مالك وحوي سيادي مرك لفظ قاس من المسلمين حدان لغدرين وحي نقوله هاد الدونك أما مسلم ها هذا أما قال ها هذا سكاية الفطر إلا قفر أو مسلم كليها لغرها بمن غطي أدون قال هدو هجوب حتى كبحي نقوله ساسو نقوله لكن واخسي سيلفتك حبنك أدتك سكاية الفطر لغرها من المسلمين هو ما هنقف والب واخسي سيلفتك تاسو ابن صلاحكم مثالي لكن شيخ وحكير ولا يصيح ما انصحيه التمثيل مثال به لفظ كان لقول مثالي مثال إذا ابن صلاح ما انصح إلا محيه واحد ربني حديث رواة إسلام وريان ومت كمده لت فردو كل جيس وريان سيادة سا سال الرب ما هو انصح انك التمثيل محيه لي فقط وافق وحق وافق مالكا إمام مالك وحق وافق أو من المسلمين الشيعي عمر بن نافع نافع مولى بن عمر ويلكيس عمر هاي قوة فقي صحيح البخاري كان في وجهه سكون سكان إنه سيد مالك وكلا أولى وريه سيد وكلا واحد مالك قوة فقي والضحاك من عثمان في وجهه سنة صحيح المسلم كي يكون سكان هكذا تفرد تنمكوتي وما أنصحين أن مثال كهرة لفظ جيسة مثال كهرة أو وحويين إلا يرهدو وتربطها وحلت فردي أبو مالك الأشجعي سعد بن سعد بن الطارق أيضا لفت كذا فيه نظر صلاتنا وحيطة مرك اللي يري ولت فردي وحلق فهم سعد بن الطارق إن أحاديث كالوري أرواد كالشيقيسي كالوريين أو أصابوا كل جيس وشيقي كلمات وتربطها ظهورا رواد دي كلنا ايسين شيء ساسا لك فهمي من انصاص ابو مالك الاشجعي وفي حديث كوري ربعي كل يسان كوري ما بجر الراوي كلو كلوري ربعي او شيقي سا كل يسا كوري عيد كلوري دي مجرد ولبا ربعينا حديث ك وحو كوري حذيفة من يما إيد كلاوري ذي نبي بتشتم كل يسوع كوري على بين ما يحطا وحول ربعية لا تفردي وحديث مستقلة هذه لبيه لها إن حديث كان وفردي وغريبنا إمام أحمد يبي حق من حديث علي بن أبي طالب سدوا كلا لفظ أوريت أو تراب كشيء أو حتى حديث كان لفتي جيسة وهو حكم كأشيعيو أصغر لفتي كيسنا أصغر حسن من حديث علي بن أبي طالب أي أحمد يبيها قوريين سنة حسن شرحنا وين لقى مرك مثال ك ما كنت ضبق معي أيضا ما كنت ضبق معي لكن مثل بدن أكلة أي شارح إن كان أي وحنا كمذا مشوي فائدة حديث كشيخين كبخاري ومسلم عبد الله بن مسعود ويري سألت رسول الله رسولك إلهي أيام ويديه صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل عمل وقفك إلهي كعابد يا فضل بضان قال النبي حر الصلاة لوقتها صلاة وقتك إذا الوت كذو مركفيري الحسن بن مكرم هي بندر بندر ومحمد بن بشار أيام وحي لسي يادين الصلاة في أول وقتها عمل كوب فضلك بدن وحاء ما هن صلاة وقت جيدو من مشي دقت كتاب ما وأول كوقت تاسونا ومسألات مهم جدا الدينين تجار هني يكون برير وقال الرب الدين ك أيضا وقت جيب الجلين هدا الدين تصلى الدين كوب ما عن صحي مؤذنين تجار الصلاة راح جبل وقت هو اسم الدلال واللي بعصر كهوض ضحنا هذه سقال سعكور مرو جله مرنا سقال ساعة يصدن يلح دقيقة جل مركز واحد على انت الدمان الصغن عصير بجلين حتى نا أقيما حتى نا اللي تكذو أصغن جلين أدن كنا ما صحن أقي كنا ما أنصحن
صلاة دينا ماسحين حتى هدي الله حرتو صلاة أيضا ولي وقتك قريب الله حرت الله أكبر مركي الله حرتا وقتك قريب ما أنسحب فماشا مصيبة وقدر أنا وميدا عصير كنا وقت يدي آد اسكو بدل بدل كبدانو كميد صلاة الصبح ويس بدش صلاة أنا اسم بدلين مري دور كويس بدلة مركا لباس شيء وقت لبتشيره وقت يجيون قليل بهدي اللي قدمه وقلبتش قدين كماسي هدين طلع عقيم الله الجرس وقت يجيون قليل كما درنا صلاة العام بوي وابا صلاة العام مركا لكن قاركود انت قدما وقت يجيون قليل قدين كيا انصحين مركو قلي عقيمة يا صلاة وانصحي مركا لكن وقدين الآن صلاة دار تهوى قلب وي ننك كلا وحوى ينقار ديبا اسكا قلقا يان ننك مالي وحوله حرا وقت كان سوغا سو ديب امور ديغيو وقت كي فضل بدنايا ميشا كبح صلاة ويلة تكدي وانا انسى لكن محاها وحوه فضل بدن الصلاة في اول وقت يعني. اول كي اللي جيتو كدال اول وحي مركا ابا هنتاي صلاة وقت كي ده وافرتن دقيقة اسم الدلي او مرنا افرتن دقيقة ديب ودعي مرنا افرتن هوري وصو كعي وقف كم ادن كأنو خبير كو يهيو سيدا وقت ويسكو بدلي أو لا صعدة أو مر والب أول كأدم إيه مرك انتظار كنا ماذا أقيم سدا سيكو إما كرت ليش أنا محمد شايد كي لوك حديث كيسوح وها أوكا يعني فيري الحسن بن مكرم يا بن دار محمد بن بشار في أول وقت يا إلسي يا دي وكلمة كلمة داسونا حديث كأنتي كنوع تنافيا كلام حي صوت هذه اللي يريدوا الصلاة لوقتها أول معنى هو أنه قالها وقت أجز قيبه بالله إلى ما مالك إذا حتى الصلاة وضعه إنه أفضل العمل ساسا إن قوله أجزاء وقت لكن مرك اللي يريد في أول وقتها أفضل يدي وحا لغو قصيصي أو لفتك سكو قصيصا أولك ولفتي أي رواتنا قبل لسي يدين لكن نوع تنافي يهي جيرا مرة وخصيص سيدا وانا مدى إمام نوو يري قطعا وإلا أقبل يوه قطعا وإلا أقبل يوه سيادة أنا حاكم ابن حبان وريوه صحيحي وصحيحي أنا طالب مغشا يقا وريوه إلا لو هذا كتابة يبقوا ألفين حديث صحيح كليني كوش يقا إنك صو حاكم قا وحقن دبات لغا وعدي خاص كوا صحيحي يكوا إنه يسنسقنا عدية حديث كو حدا لكن مثالية أو كم مثال حديث كشيخين كا أو كم مثالية أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقام وحال أمر بلال أدين كمرك أدين ويترى إسلاك إنه كردقه الله أكبر الله أكبر أيضا وأفر على قدقه أشهد أن لا إله إلا الله والله على قدقه أشهد أن محمد رسول الله 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 شفع إنه كوضه أقن كان متمت وقوضا مركا لغا ريبا تكبيرت أشهد أن لا إله إلا الله لغو الله وما هرى الله رسعنا أشهد أن محمد رسول الله هرى الله سعنا متمت إن لغا تبقى ساسو حديثكو ها مركا سو سماك إن عطية وحو سيادي إلا الإقامة تأويل إنت سو سيادي وغيري صحاحة صحاحة الحاكم وابن حبان سيادي يا شاس حوغا مركا إن تكبر يا ركتب بخاري مسلم يكون طالة سيادي حاكم ابن حبان سياري مركا انو يراهدا ما هنا واخا وين بخاري مسلم ما كو تعالى سياري سياده داس او اه الا الاقامه تنا نوع تنافيا كلام حين حيلي وا تخصيص وي وي او لغا دغايي ويتريغا الفا دوطن هدي اول ادو هيستي وخبا لغا ريب استثناء لغليو كلمه دقت قامت الصلاه يلا لبا غور لغو خلينه مركا كلمة داس أو لسيا دي سماك معضية وسيادو وانا مدي اوير امامو نووي ايضا والله اقبلا قطعا النوع السابع عشر نوع طبانية الطبيعية معرفة الافراد افراد وان لك قرتو تقدم وصهر مري مقصود نوعا مقصود كيس وصهر مري وحوكو صهر مري في الشادي والمنكر labada soo ku soo hormar haye la sheedku wuxuu ahaa wa anagii soo marnay
وحويان سيدي خليلي يا حاكم يا يغو اي شيغين وحديث كي فردي قاها وهل راوي ولك للنقض حكم كودنا حقا صالغو صوب البلاري وليري سيدي يغو شاد ويرهدين ما هان ان وحويان حديث كي فردي قاهو وشاد كو ده حكوسي هاي ما هدي اولي هاي عدالة يا ضبط تامة وحديث صحيح مقبولة هدو عدالة يا ضبط خفيف لي أنا وحديث حسن هدي ضعيف يا هنا وشاد منكر مردود ساسو هاي تفصيل كاس الجريني منكر كان لمدو ها سيدا سوى مركا مقصود كهل كاسو كصهر مراي فردي حديث كهل راوي لتفردو غريب ك أما فردي غير ويري فالفرد فردي وقسمان ذو قسمين ولا واقف من الصاحبة حديث كلير فردي قال لا الله قيبيا أو واحد الله قيبيا فردي مطلق أي فردي نسبي مطلق ونسبي الله قيبيا أحدهما متكوت فرد وحديث فردي فردي جاسو عن جميع الرواتي فردي جاسو تفرد به واحد هل راوي ولا تفردو لك على النقضي عن جميع الروات الروات دمان توت وكلاك على النقضي هل راوي وريي أما هل سنة ذا اللي وريي إد كلا أو وريدي لما هي وتقدم أي وتقدم حكم حكم كيس ونا كاس وناس أرما كاس حكم كيس وحن كسو قاعدة نشاد كي إيا منكر كي وطيل لتفسيريو صد كو حلو كلا قادي هرتا مخالف مليا مسمالا حديق مخالف اوچرو مخالف كهدي كثقا نمبدين او راوي كثقا بضان اوية اما ايهين عدد بضان الثقات مركاس الشاد مردودة لده هدان مخالف كرين نصان تحذير ان هذا الشيخنا الله قيبني هدو يهي عدل ضبط تامل صحيح الله هدو يهي عدل ضبط خفيف فلن حسن الله هدو يهي وحويا ضعيفنا مردود شاد منكروا مركا كوس واحد اللي قبل هذا مخالف مجرى مس مجرى مركا والناس صار مريحون كيس كاسوح فرد مطلق حديث كان بهل راوية اللي تفردي وهل كان سند لي والثاني فرد قال بعض بالنسبة مركا الله في روي إلى جهة جهه وفرد نسبة هل راك حديث كان مالا قاعد لا يهل راوية وريي ما أساقا نمبا ee wax weeyaan haddii marka laga fiiriyo way fardi afar nooc la weey afarti saddex hukumi seeri tusaale fiir wuxu ku jira asani mid kala beeyo fardiga nisbiga ah binisbati wa marka loo fiiriyo ila jeetin wadaalika tusaalihina ka qawlihim wa muhaddithin ta qawl ka yiraahdaan oo kale tafarrada bihi hadithka waxa la kali noqday ahlu makka aw sham ama reer sham saasili أما وحوين غير خراسان ساسيلي مركا فيري لغمات دين هل رأوية كل بيسوري وحال غير وحوري غير مكة وحد أحضا إن الرواط بضيه لكن دمان ومكيين وحد أحضا إن وحوين وحال غير غير شاموري رواط بضيه إن وريانا دعضا لكن دمان غير شامي مركا مركا للاية وفردي ومركا جهاز أسرقا فيري بلد كاس أهل البلد كيس أوريه وعن قيب أو أمس فلان عن فلان وقسم لبعض وكمد وحيت الحديث كان خوات بضان أوريين خوات دي وردي مت كمت أهل غاوي كورين مركز واحد ليه هي حديث كان هبل مركز الله فيريو هبل أو كليها كوري لكن واحد هلا ينطرق كل حديث كالبوري هبل كان ليه هبل كوري كل جيس حديث أول ما صورين رواد كلا الله وريين كوي كلا مركز ضد بطن هذا كوري تصالح لكن خاوي هبل هبل كليه هو كلا كوري مركز ما بيجي إلا مشان هل رأو حديث كوري ما واحد تاي خاوي كم مركز حديث كم مركز نور خاوي وريين نور كير خاوي مت كم مت هل رأو كليه كوري كوي كلا نوالك وري رواد كلا كوري marka fardiga la sheega marka raawi hebel yaa ka wariyay la yiraa hal mid ka wariyay qaybta saddexaad
أو أمس تفرد وحالة تفرد ولا كلمة نقضي أهل بصرة عن أهل الكوفة حديثك أصالة وحويان خير كوفة وريين خير بصرة كليه كوري ما مركز وحل لي حديث كان غير كوفة كليه وحكي كوري غير بصرة لكن غير كوفي وريين مت كليه إني سنهينا دعا أو أي بطنايين بيك مركز كليه مركز لغفيري يا كوري غير كوفة مركز وفرد النقرة هو حلية هل شيء كوري أو غير بصرة إيوه شبه وشبه شبه واحد كده ترى مركز قسم أفراد وحويين حديث كي تصالح سحابي يا وري هل سحابي يا وري سحابي كي مو خاوية كوري أو تبعيالة تصالح لكن هل مدها وثقة وجه مركز واحد الحديث كان مركز الله في ري حق الثقات ده هبل كليه وري قال لي حق الثقات ده مركز الله في ريو هبل كليه هذا في الرواد كانوا الله وريه السجى إذا الله وريه لكن ترسي وحويان مركي الله في ريو ثقة لماذا هل مت أي وجه روح ثقة هو كلو ضعيف مرك واحد لكلية إلى وثقة لماذا كأفر تقيبض وأن غكرة فرد النسبية وثاني وحر قسم قال الله بيه فرد النسبة بالنسبة ومرك الله في ريو إلى جهة وذلك تصالي كقولهم و محدثين هذا الكير هذان وكله تفرد به حديث كان واحد الله كله نقضي أهل مكة أي الله كله نقضي أو الشام أو تفرد واحد الله كله نقضي أهل الشام أو أمس فلان أي تفرد واحد الله كله نقضي فلان عن فلان هبل وكلا كله نقضي وهبل مرك الله في ريه هبل كريه كوريه وجوه كله والجوري لكن هبل هل روي كوريه أو أمس تفرد واحد الله كله نقضي أهل بصرة عن أهل كوفة كله كله نقضي حديث كصالة غير كوفة وريه غير شام كما ورين غير عراق كما ورين كله طو غير مكة كما ورين غير مدينة كما ورين غير بصرة كوريين أو غير عراق سليين إيه وشبه وحي لم يط سيدا وحويين لم يروي ثقة إلا فلان معها وتفرد ثقة عن صائر ثقاته ثقات دون مركة الله في ريه هل ثقة هوري تفرد ثقة وكو يري حتى حرم كيو كو شيغة وحد بعضا إن فردي مقال مقشو آد حوغا مسكح دا يكون سو دك دك تو أمو ضعيفي وحكو يري ولا يقتضي كين ما هذا أي هذا التفرد الخاص تفرد كان حتى قار كاهو نسبي ضعف وحديث كضعيف ما دي سكيني ما إلا هدي اللي يريدو غير مكاوري وحابا بعضا وح بضان إنيه قوات بضان وغير مكا إنيه ساسابا بعضا مركا ضعيفين تي سكيني ما أو تفرد كاس كلية سبب تي سلوات ضعيفيو حتي حد حديث كإلاك كلاكو صوب بعضا لوات ضعيفيو واقع لكن تفرد كاسو ضعف مكيني لكن لبن حتى أفران شيخنا فيري لبن نوع أو كميت وحاد بيئي كرتا إنه يقول لابتان نوع يهرو فردق مطلقها لبن نوع أو أفرتان كميت وحاد بيئي كرتا إنه يقول لابتان ونقضان فردق مطلقها أو سيديكو نقو واكنا ميت كميدا ساكو بربجي وقو يري إلا أن يريد إن لوريتشي دون ماهاني بتفرد المدنيين وتصالح مدنيين مكيين وحوين أهل الشام واسكو مت بتفرد المدنيين مدنيين تلك للنقشة دودة انفراد واحد مت لك للنقشة ديسة واحد كم منهم من المدنيين كمل هل شيء وارد كرتابة حديث كبه هل راوية وري أرير مدينة مركزة مجاز هل استعمال وحال التفرد به أهل المدينة أما هل راوية وريور غير كوفة مركز اللي تفرد به أهل كوفة وإسكت تجوز ومجاز ما ومجاز وحال لابد أنت فيري غير هبالا نين نجد لي فيري هل من أوضان ما أسو تجا قف ودي غير هبال واحد على حال قف إنو سنوغي مركو دي لي هبين مدوب وبرد المضايبة هبيل مدو او بقى المضيبة ويسود دي لنقاس اللي غير هبيل عنين نقد دي له
خير هذا سيدنا الدين وإنه قد الشيء نصمع ساس وكلته وحلا نتجوز على رياض حقيقة ما حقيقة عن خير هذا الوحمد الدين لما أنتم صمع ساس وكلوي حديث كان واحد ورينا من خير مكان مركز الحالة ليه هي تفرد به أهل مكة إحنا واحد منهم واحد مركز وكل حقيقة ما حين غطي حديث هو بفرد مطلقا هل هوية بوريه مركز واحد الله بني باب كيشات هرت مخالف ما تشير من سمة تشير تقبل لابد هذا مخالف تشير أو أي كفي قني ما بدين أنا كعدد بدين ولا شيء هذا لي هذا صن مخالف تشيرنا صدق حديث أبو قيبين صدق حديث أبو قيبين وهو كلا طاف فرد مطلق أقول الله ذكره مركل لي هي لم يروي ثقة إلا فلان مركز وكله أو حديث كي هدي وحوري حال ثقة ويه أو رواد كلو لوري أي ضعيف يهين كوا ضعيف كوالا فيريا بل إذا يسوع قارن خطبة حديث كود الله اعتبارك يا إذا يسوع قارن حتى يسوع قارن خطبة حديث كود الله اعتباريو أو ضعف كود يصير مركز وكله تفرد نقم حديث ثقة وريا كوا نواصيح وجنيه وسيح وجنية سيد انت هذا ولا واحد يسوي ضعيف عم انت لسكو كما حسن لجارسيني هذا ميت ثقة وابل هيا ميت كلا تضع في جو يسيري هاي هذي له حب يسيء هرا لكن هذي حال ثقة وري مركل يرد عفوا الله وري دي ضع في جو شديد قوي ميت فسق يا الله يستر ميت كذب يا الله يستر ميت غفلة دي صبر حتى تكوا سطير سما جرام حديث كي وحنا قانا هل غاوية ورية للي كوان ما بلا ترسانا يو فردي كي وحو لابنا أو مطلق أها وغيري إلا أن يراد إلا لكيدا وما هاني بتفرد المدنيين المدنيين الله كالي نقضا إذا انفراد واحد واحد لك كالي نقشدي سواحد كم منو مدنيين تكمدا مدنيين تو اسكتو صالح كوفين يرير شام يرير غير بصري كل واسكم مدي فيكون مركز سوق النقارة حديث كاس أو هل راوي غير مدينة كمدة أوريه كالقسم الأول قسم جيه الرئيو فرد كم مطلقة أها كاس أي الله من النقارة النوع النوع الثامن عشرة طبعاً يسديدية المعلل وحديث كم معلل كها قال النووي رحمه الله ويسمونه محدثين توحي كما قابا معللك المعلول وهو ما قاسنا لحن وقر لحن وي ساس علماء وبرمجيا مرار بدا ما هي كو دسين مركا يريين استعمالك اليهن معلول ولحن ما هي كو دسين هرت معلول واسم مفعول مفعول كصعود اسم كمفعول مفعول قارم كيما هذا مركو ثلاثي كيما وحيليه الله الثلاثي معناه ذو من غو الله من غكر يجيب أو الله ومؤدى معناه ذو واحد تجالي وركاضي أما وادر دور معناها مر لبعض بيسيوي الله يعله على لنا جالي مر كي كواد بي عبي مر لبعض بيسيو تاس ما أنت معناه سلا مرة إلا على ربع يجيب مركز ثلاثي دي واحد هذا معنيه سماش ما قبقة وها معناها إن كان كرا أعلى الرباعي أعلى وإلا يي أعلى هذا الرباعي طي تاين أفعل اسم مفعول كذا مفعول كمين هذا وهو كل معنا معلم أو أصل كوها معلل سيدا مكرم ساسو كوي معنا معلم ألي مرك وحي رادان لحن وي حيلا أعلى مس وحي الرئيس مفعول كيدي ساسي أبدغين معلل كلب تركيسا معلل كلب تركيسو كاسو أسيق وحي وينا ساق لب كيسو مصرنا سببتو معلل وحي لغا كيني عول ليلة ayaa laga keenay een
معناها ما نقكره مثل إعلاني ما نقره أقول لي معنى وحويان ولا مشكورين على له مركل اللي يرهدو ألهاه بالشيء وشقله وهو مشكورين معنى مركا ما نقكره لكن سيدس راجحة واحد طه إنه سنقلط أهين لحن أهين الصحوي وحانا تشيره على الثلاثية ومعنى ذو يهي مريضة ويتشغل تاسع تكتب اللحن ما هو صح في رية واحد في رضا المصباح المنير وهو كان على علا الإنسان بالبناء للمجهولي أي مريضة ويتشغل ومنهم من يبنيه للفاعل على من باب الضربة مركز وحنا قرا مس واسم مفعولكم معلول ونقرا متجهين وانا سيدي له دبي وانا سيد اسكتو سيابا ائمه استعمالي فيري معلول بخاري كمدا ترمذي كمدا حاكم كمدا دار القدني كمدا شرح اني دغاي قيلك ائمه اس با دير ال قضاء الهي اللحن انت سو كلا غوريمي با دير اي الهي اللحن كلا جوري من انت معنى هانا مشهور هين مركاسا علمدي قارب دو وحي أمالايين لحن اسكفافي او اعلا اسم مفعول كيدي ولو كينا مفعول يقاتل إلا هكا كلمة دي عن استعمال كيدي مشهور هين كلمة او غريب وصح وينقلط ما نوع الثامنة عشرة المعلل ويسمونهم حديثيته وحي كمك عابانو يري المعلول وهو اللحن واللحن ما هنا وهذا النوع نوعا من اجلها علوم الحديث ك كو وين ايو كميدي من اجلها من اجل انواع علوم الحديث علوم الحديث كانواع دي سنوع كو وين كميدي يتمكن وحا مكان صدا منه نوعا اهل الحفظ والخبره والفهم الثاقب ضدك حفظك إيا أقونت إيا فهمدا إهل كوا فهمدا سوء الثاقب خاص وقلي علمك ثقب واد دلوريو واد دلوريو النجم الثاقب حدقة حدقة فير إركة كويال ميقا كسوك هيدا شنبق الله صار انتي لا صعدا كسوك هيدا ويحي مجدي كتير انت سوء دلوريو سوء غير الاركي عديد ادنا وحبو كو افتي منه ما يقول سوء دلوري مركا ثاقب وامد دلوري نو وحاكرو لي كرام مد افتي مي فهم هذا قفك مدنا ومجدي فهم ما هي وبليد مدنا وهل حيدا قفك فهم هذا قفك نوعا كهب لكرا وقف فهم هذا سوي اللعب فهم او ثاقب او افتي مي ومتلقى وإفا يوم وهذا نوع نوعا من أجلها علوم علم الحديث ك أن واحد إذا كوا وين كميديا يتمكن منه وحما مكان صدا أهل الحفظ ضدك حفظ إيه الكوا أطلح وحفظ والخبرة أقامت إيه الكوا والفهم فهم كالثاقبي أو إفتيما يا أساس تردد كما هضلين نوعان إلا إن يرمهنه سيدا شارحة وإنين صور نقليه وأنا سيدي حافظ محجر والنساء كويري إلا القليلة كادلين كابن المديني بخاري الشيقي سعلي بن المديني أحمد بن حنبل إمام البخاري يعقوب بن شيبة أبي حاتم الراسي أبي زرع الراسي دار القدني رقاصة كادلين حفاظ دي أهل الحديث كبدن كودو كما هضلين نوعان كما يسان هضلين حالي رمارك إلو حديث كان إلا كوشير تمحيطها استلاح أهان معنى اللقان والا هذا معنى استلاحا والا هذا معنى هذا استلاحي فن كان مركا اللي تشوغل له لتشي ذا حيطه والعلة علة عبارة كورمد وهي عن سبب سبب لغا ورمو سبب كو غامد قرصون سبب كو خفي قرصون ويسكو معنى سبب كو قادح قاوعي في الحديث وحديث كدير لغو أغيدو قاوعها مع أن الظاهرة أيضا صدى مقطع السلامة منه إنه إلا هذا الحديث كان نبات قبو أي الطهي
وكوريا هرتا إلا داد مخشو استلاح أهان أي إلا لو ربتشي إلا والله قيبة متوا ظاهرة وإلا قفكي حوغا معرفة أولى علمي أما يدبقات كا رواد صحابتي حوغا وحبارك كرا مركو بارا بسوء أغير كرا حديث كضعفك كوشير سيدا إرسال كيو كلاتو إيو انقطاع ظاهر كاها أو كلاتو معضل كي أو كلاي وحويان إن لو دقدك أباكرو أما سي وحويان إن روادي أو مجروحين تاها أو كلاي إلا ذا كنشرت أو لغو شرحي تاس أو كلاي إلا ظاهرة لا تاس إلا لغو مما قعاب سبب كظاهر كا إلا ذا وحي اللي يري وسبب قرصون مرك الله أغادان حديث كطاوعي سبنانتي سي مرك هورتين حديث كظاهر كيس مرك الله في ريال الموضوع إنه كان نبات قبل كاسا ليرعيل والعلة علة عبارة كورمد وهي عن سبب إلا قوى الرب سبب كو غامد قرصون سبب كو خفي قرصون سبب كو قادح طاوع في الحديث مع أن الظاهرة أيضا صيدا مقطع السلامة إنه كان نبات قبل حديثكم منه علة باص منه سبب كاس وكان نبات قبل سبب كو علة اسكمد ويتطرقوا وأكو إيمانيا ويتطرق السبب كان قامت كوحو كوي ماذا إلى الإسناد سندك سندك الجامع كلان صدي شروط الصحة صحة الشروط دي ظاهرا حق ظاهرا إلا ذا وحي كنت مادا سند حق ظاهر كمارك لفيري شروط الصحة دي كلان صدي كاسا انتغوص لو بارو أو أهل كيدو باراني كسو صار إرسالة كوشيري كوليد حديث كان الله قال رسول الله ما بهنا وموقوف التابع وحو السحابي قوم كيس ويلي طبارا اي صوص صاري حديث كان الكاس مركو ويتطرق اي وياتي ويكوي ماذا الى الاسناد سبب كان اقامت كمعنى الى الاسناد سند وكوي ماذا سند الجامع كلان صدي شروط الصحة صحة شروط دي ظاهرا حق الظاهر اهان وتدركوا وحلو اوغادم حلو اوغادم مركا الا وتدرك waxaa lagu gaaraa lagu ogaadaa bi tafarrudi raawi raawiga la kali noqoshadiisa oo arin la kali noqday arinta hadiiska dhaahirka ka dhigtay inuu sahih yahay raawiga la kali noqday iyo bi mukhalafati ghayrihi raawigaas qeyrkiis inuu khilaaf la raawiga ma qaraa'ina ayadoo calaamada la jireen علامتها ستون به كبر رجليه العارف قف كي يقان بهذا الشأن أرنك علم كان علم الحديث كذات كي يقان على وهم اسمه سيس كبر رجليه وهم هديله روا قلب قف كمال كل آدي واسمه سيس وهم هديله روا وقرطوي وهم 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 وحلمت غالي طاق غلطا وفعله بسلي لكن ترى وهموي وهمي وي مستر كنا على وهم اسمه سيس الكبرى روتيني بإرسال بسبب إرسال وهم كي وهم جاسو وقعت معي بإرسال بسبب إرسال إرسال لإرسالي في موصول حديث في الموصول حديث موصولة أو أمس وقف وقف سبب تيسقط معي ووقف كاسو معي في المرفوع مرفوع حديثة وحد قفك آد ويقان فرنقان وقانا طبارو حديث كان لغوريي موصول نمادا إن وهمي معي أو حديثك مرسلي أما وحو أغانا حديث لو وقفيي حديث أو مركور مرفوع لو ورين أيو لمدير السجيهي إنه يهي موقوف قول صحابي أو دخول حديث في حديث أما حديث حديث نحن علي ساسو أغانا أو غير ذلك ما أنت غير كيد أغانا هل كان أغا هذا الله إلا دانس محال لغو غيره لغو أغادا إلا دا واحد لغو أغادا إنا نتقل أركو غاوي إنو أرين لك لنقضي أرين تاسو حين قكرتا حديث كان إن موصول لقد يقول سحابي قال الشيخ حتى ظاهر كما كانت في الحديث سنة كيسوا النبط سحابي قوات شوغا والله بارا خواتي وردي
markii la isku keeno waxa lugaan raawi hebel oo kaliya saxaabiga ba sheegay ruwaadii kaleena mursalay ka dhigeen ayagaana ka mudan khalas xadiiskii marka illa ku soo baxday leey illa waxa lagu iclaaliyay mursalnimo ama waxa cadaanayda xadiiskan waxa nabiga u rafciye u kor yeelay waa raawi ruwaadii kale la wariyay mowquuf ay ka dhigeen ayagaana ka xoog badan إلا كوسو بحلال إليه أو وقفة أما حديث كان وحل عطانا حديث كلام إنه نحق عليه أما إلا كلام إلا أم باصاص صبيح مرك الله يسكرب له وتدرك ولو جاره ولو أجاره يري إلا ذا بتفرد الراوي راوي إنه لك كلام نقضي هي وبمخالفة غيره راوي جس غير كيس وكو خلاف الله راوي كان مع قرائنا أيضا على مدي شيران على مضاه تربيه كبرى روشين إذا العارف طف كي يقان الشأن جان على وهم من اسموتسيس أو وقع اسموتسيس كو وقع معي بإرسال إرسال أيو كدع أي في مرسل كدع حديث مرسل آم أيو كدع في الموصول حديث موصول نحديثنا كلنا وحويا اسموتسيس وقع معي بإرسال إرسال بإرسال أي بمرسل وكذا حديث مرسل أها أي وهم وكذا في الموصول حديث كي موصول كها أيون كذا حديث موصول أ على إرسال حديث أهم مرسل على وصلي ساس وكذا على وهم من اسموسيس اسموسيس كاس وقعنا أي بإرسال أي بمرسل حديث مرسل هاي كلها في الموصول حديث موصول هاي كلها نحن حديث كان وقوها مرسل مركز وهم ينتبع موصول لقد أو أما سواقف بموقوف موقوف كي أي وهم كلها في المرفوع المرفوع حديث كلها مرفوع على قد صقوها موقوف أما فوق لقدك أو دخول حديث حديث بحقل في حديث حديث كلا أو غير ذلك أما أنت صغير كده بحيث مال أيون الدعي بحيث مال أيون الدعي وهمي يقلب كقارب نقول ذلك ذلك وهمي على ظنه عارف كمليس ظن غالب وكو جارة إن وهمي كو جرى ماشا ظن غالب ظن غالب كان وواجب الغطاقم بحيث مال أي وهمي قد يقلب وكقارب نقول ذلك وهمي جاسو على ظنه عارف كمليس فيحكم مركز عارف كي حكمنا بعدم صحة الحديث حديث كأن سعيد سئل الوهي حليه هاي وهمي يا دعي حديث مرسله قد موصولك دحلي سنة قرآن أيوه وحوين حديث مرسلها أيال وصلي أما حديث موقوف أها أيال نبي اللي رفعي أما حديث يا حديث بحق عليك ساسولي أو غير ذلك ما أنت صغير كده بحيث مال أيو دعي يقلب وكقارب نقنا ذلك وهم جاس على الظن إن وهم دعي أيو كقارب نقنا قفك عارف كظن جيس فيحكم مركز حكمنا بعدم صحة الحديث حديث كان صحيح سين لواي أو يتردد أما عارف كي يتردد فيتوقف وكل شوك سنة قال سليه أنه حديث كان وحويان ما أقبل أيو صوته وحن قبا ملأه إن وهم كتشلو لكن يتردد وكتوقفه لي مرك حافظ أو مطلع أو علماء أهل العلل كأو كتا وقفوا إلى حديث كان نيجا ما أقبل يو وحويان وحوينا كل شيء مركز طريقة مركز لجوء جاهدور هاوي كان هو واضح خلاف ينوشيجا والطريق والضل لجوء جاهر إلى معرفة سبب كقرصان جرى شديس والطريق والضل لجوء جاهر إلى معرفة معرفة سبب الغامض سبب تقرصان لجرى شديس كم الدرق الحديث وحديث كالدرق ذي سئل الله يسكوك كيام حديث كان وحالة سمينا كتبت وكو يالو أما لغا سو جمعينا
سحاحة سننكا مسانيتا معاجيمتا أجزاء كل مالك السكوية لو الاسكارب بيقى رواد دي وريدي الله فيرنا ماشا اسكو قلافين الله فيرنا مركاس الاركا الرويقة اللي تفرودي مركا الله اسكو كينو الاركا واحد اسكو قلافين الرويو اما رفعي اما وصلي اما وحويان وقفي اما اولاك تفرودو اهدنا اللي اسكو ميزانا حق الضبط بود حفظ بود مت كان لتفرودي يكوا القليا حفظ بود مركاس اللي اسكو ميزانا مركاس اللي صوصا والطريق والضرا لجو جار إلى معرفة سبب كان جرشدي سه سبب كان لجرشدي سه كم الطرق الحديث وحديث كطرق دي صلاة سكو كام تسرت إذا علي علي بن مدين أويري علي بن مدين أويري الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ باب كهدان لسكو كينين طرق دي لجو وري حديث كاس خطأ يسمع الضاد خطأ يسمع الضاد إيوان نظر إلا في ريال لغو جارة في اختلاف رواته حديث كالرواد يسا اسكلاف كاسكلافين بل وحي اسكو كالدويه قابب كي اوريين إيها تروح على فيرين وضبدهم حفظ بوده وإتقانهم سجد دوده سيدا أي أكلا ضبد بديهن أكلا حفظ بديهن ساس على فيرين مركاس عداني قال لي يا حديث كوا سيداس وحي كوك في أو سيداس شاقي رويهبي ويقول الشيخ وكثر وحب بطيء التعليل إلا إن بالإرسال حديث روح إليه حديث موصول الله يستعين سويه أيضا علماء أهل كوا فنقان أي رادان ما حديث كاسوا معلول إرسال كتير أو وصلين تام السحاب الشيخ دل الشيخ مصرنا وحا الشيخ غاوي هبل وحا نقل في انت صرواد وكحفظ يضبط بلا سايس الليل وكثر وابطاء التعليل اللي هو اللي يحديثك بالإرسال إرسال بأن يكون وين إنو يهي راويه إرسالك راويك وريي أقوى متك حق بدن من من وصلك يوصلي ساس الله إلي راويك وريي أصدقى مرسل أك حق بدن متك وصلي وسحابك الشيخ وتقع ويد على العلة علة في الإسناد سنة كويك شا وهو الأكثر وعن سيدة بدن وقد تقع إلي دعضان وارد دعضان في المطن مطن إلا ذا سنة كرواق قرشا مطن كرواق قرشا وحانا بضان إني سنة كرشا وتقع وارد دعضان العلة إلا ذا في السنة دي سنة ك وهو الأكثر وانا متك بضان وقد تقع إلي دعضان وارد في المطن وما سبب كي وقع دعاي في السنة دي سنة سنة كهدو دعوه سبب ك وعلا ذا قد يقدح إنو داو عوال عركة فيه سندك إيوا في المطن لماذا بإنو داو عوال عكرت هدي إلادو قشو سندك وصببك قامتك أو سندك قالو سندك هورت وابد أساق الضعفية قالي لكن مطنك إنو ضعيف نقضى نحضا مركة حيلا وحا مطنك اللقو قيري سندكو أها وذلك تصالي كالإرسالي أو كلوي إلادي سندك مركة اللي فيه وحا صوب بحضي راويجا وصلية سحابك الشيخ إنو قفي إيه سيدة حديث كان لقو وريجا إياه مرسل سنة كي إلا قصوا بحدي مطرقة إنا الطعيف ونقونا والوقف أوكال حديثة اللي دبق علي وحا عداتي وحا رفعية النبي قلن سبيعي ويرويه بي لكن وحا كحوك بطنا دي كوا قول سحابك الدين خلاص مركا إلا قصوا بحدي سنة كي مطرقنا وراعه هذا مطر الحجي سنة قمة وقد يقدحوا سبب كونوا داوعا لارك في الإسناد خاصة وحد إكرتا سبب كأو إلادا سنة كيو داوعا سنة كاسو ما سبنا للي لكن حديث كوان نبت قاله أسانيد كاللو هنا أما السبب تا خد أم بضعف كيرين أي وقالت أطعيت أنا سأقل مثالين وقد يقدح إنو داوعا لاركا سبب كي أو سند كالي في الإسناد إسناد خاصة ويكون المطن مطن إن نقض معروفا مثل يقانا صحيحا صحيحا وذلك تصالي كحديث يعلى بن عبيد وحديث كأوريي أو كري يعلى بن عبيد الضنافسي وحكمية من رواة ستة أمهات ستة ضمان رواد دو كمدي أمهات ستة ليه دابا رواد دو كتيرة يعلى بن عبيد وحكوري
عن الثوري لكن ثوري مركو كوريو ولا سكفيريا سفيان ثوري مركو كوريو وحبيع كوتشير وانا ثق انت كان هل كاس شيخ مركو وحكورينا يا سكفيريا وحيري مركا يعلي عبيدة وحيري سفيان ثوري وحن كوريي إنه أصابنا كوريي عن أمر بن الدينة حديث كأه البيع عن بالخيار لماذا قفه وحكى لقرطي خيار إليه ما لم يتفرق أنت يسنك للتجين غليد وحا كوكال دمي غالي طا وحا كوكال دمي يعلى وأو كوكال دمي سنتك إنما وحكى لمن هو سنتك وغيهي هو المروي عنه متك أو سفيان الثوري وكوريهي وعبد الله بن دينار أسرع وغير أنا واحد كوري سفيان الثوري وحنا كوري عمر بن دينار وير سفيان الثوري عمر كما ورينا عبد الله بن دينار كوري سنة كان حاول نبي من لبضة ولا لبثقة لبضة وسكو قلبي عبد الله بن دينار يا عمر لبثقة قوة أسرع واقل دمي لكن منك وكو قل دمي ثقة كلا سنة سنة حولي ما سنة حولي ما لبثقة وسكو قلب سنة كوا إلا سيا حديث كنا سوين حديث كنا بخاري مسلم وبكوي لا صقوا واحد ويان هذا كانوا من حديث عبد الله بن عمر الصقوا أهين الصحابي كلا وبخاري مسلم وبكوي لا بكوا بيع كرتا إلا أنت سنة كجفو إن إنسان حطنا حديث كم مات اللي سوى حبا أودي والله بس يقو كلامك وسكو قلدو كل الرؤي سيدا كانوا كل لبر لبس يقو أيو سكو قلدي وقد تطلق إلا إطلاق الأركاء العلة علة على غير مقتضاها معنيه أي كان إذا مت أنا هين الذي معنيه قدمناه عن صهر برنا أول ما عن صهر شئنا إلا وحل إلى سبب قرصان الليرة وحدي حكر تصبب عن قرصانين ظاهرة إن إلا اللي سكا إطلاقا ما بعد وسكا تسامح مركز استلاح ما وقد تطلق إلا إطلاقا لارك العلة علة على غير مقتضاها معنى هذه أي كينة إذي واستلاحك أها قيكت إن لغو إطلاقه الذي معنيه قدمناه عن صهر مريني وذلك تصاريك كذب الراوي والراوي بنتي صفر وحل لي حديث كان إلا كوتشي تحت راوي كذاب كوتشي تاسمر كاغتا وعلا ظاهرة وقفلتي حديث كقفلتي سح راوي أو غافل وحوي موجناها كوتشي وصو حفظي حفظي حمدي سكر وعلا ظاهرة اللي غاكر صو الحفظ إيه والنحو يا وحي لمضه من أسباب ضعف الحديث حديث كا ضعف جيسا سببها كان كمدا إلا يدل إسكريا وابيع كرتا لكن معناها انقاص كما وصمى وكما عاري الترمذي وترمذي النسخة إلا ترمذي حتى حديث لا نسقه منسوق وحر إلا كجرت وإلا إلا كنت المام لكن تصور وحي رادين سيد حافظ العراق ويهي وإلا في العمل إلا في الصحة ما لقم عمل فلاي وأنساس ولتشير حديث هو حديث صحيح لكن ولا نسقه سيد آية القرآن لا نسقه مركز وكلام مركز وإلا في العمل لا في الصحة ما وأطلق بعضهم قبل كوت وإطلاق بعض قاسنا والحافظ أبو يعلى الخليلي وأطلق وإطلاق بعضهم قبل كوت العلة علة على مخالفة 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 رسول لا تقدح أن لا وعي في صحة الحديث مخالفة أن واحد حديث كسي حديث وحدي بين قارع الله إسكاك الشيخي كإرسال ما سيد حديث إلا إرسال يوكال وصله وصلي الثقة الضابط راوي ثقه الضبط له مركز سميت كلاطا إرساليون كم مطمئن حديث كان مرها دوسن كاسو كم مطمئن أو سن ضبط وبر راجع حين أما جماعة حد سيدان الحديث كو كسوي أي صار أنت كان كلا إرسالي وحبك بيمي حتى قال إلى ويري قائل كاسو الحافظ أبو يعلى الخليلي وحين من الصحيح وعا كم إذا صحيح معلل صحيح وعا كوجر حديث صحيح معلل أنا إلا غير قادحة كوتشي توي إلا غير قادحة كود عليه كما قيل سيد اللوير هذا من حديث كوكميدة صحيح شاد حديث صحيح أو شاد وعد وأنا جي كوسو مرناي وحويان خليلي إنه يري حديث كهل رأي ولا تفرد شاد اللي رسمه وصل
تسكال رولت فرد ضابط يهي وحويا عدل هذا صحيح مركا سيداس ايو يري مركا ادلاقات كاسو كالاتو معها استلاحي خاص كاو الا ذا اللي ولد شيدو والله سبحانه وتعالى الله